السلام عليكم. بيوت الله تحفل دائما بالخير والبركة، واليوم بنت من بناتنا عمرها 16 سنة كانت أمنية بناء مسجد في منطقة نائية في أفريقيا تحتل حيز من تفكيرها منذ لتحظى من خلاله بثواب كل من يدخل هذا المسجد، جنبا إلى جنب مع تحقيق أمنيات الكثير من مسلمي أفريقيا في الحصول على هذا الصرح المبارك في قريتهم. ساهموا معنا في تحقيق أمنيتها في بناء مسجد في أفريقيا، ولنزرع معا الفرح في قلوب الجميع.